حيفا تحت النار وحزب الله يقصف حيفا إحياء للذكرى السنوية الأولى على طوفان الأقصى. خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، والجبهة الداخلية ترفع الصوت. كم بلغت خسائر إسرائيل؟ وما هو مستقبل الحرب المنتظر؟ هل يكون يوم 7 أكتوبر يوم التسوية أم الإعلان عن بدء الحرب العالمية الثالثة؟ قبل نحو عام حفر في تاريخ إسرائيل يوم لن ينساه مستوطنو غلاف غزة. ففي 7 أكتوبر شهد العالم هجوماً مفاجئاً كان بمثابة الضربة التي قصمت ظهر البعير، ضعضعت هيبة الجيش الذي لا يقهر، وأسفرت عن خسائر فادحة وآثار لا تزال حتى اليوم تسيطر على الأمن القومي الإسرائيلي. تسببت الأحداث في تغيير معادلات القوة في المنطقة، مما دفع الأطراف المختلفة إلى إعادة تقييم استراتيجياتها. وبرزت التوترات المستمرة وأهمية البحث عن حلول دائمة للصراع. وبعد مرور عام بدأت إسرائيل اليوم 2 مراسم إحياء الذكرى السنوية الأولى لهجوم حماس في 7 أكتوبر. في موقع الهجوم في رعيم بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت في تمام الساعة 6:29 صباحاً، والتي كانت بمثابة ساعة الصفر لبدء الهجوم. فقد زعم أن إسرائيل أصابت أكثر من 40,000 هدف في القطاع خلال العام المنصرم، واكتشفت 4,700 فتحة نفق، ودمرت 1,000 موقع لإطلاق الصواريخ. وتابع جيش العدو معلناً مقتل 726 جندياً إسرائيلياً منذ 7 أكتوبر، منهم 380 جندياً قتل في الحملة العسكرية التي بدأت في ذلك اليوم، و346 في القتال داخل غزة. لم تكن هذه الضربة الوحيدة التي تلقاها جيش العدو الإسرائيلي، فبعد يوم واحد فقط انهالت النيران على الكيان من لبنان، بعد أن أعلن حزب الله فتح جبهة الإسناد لغزة حتى وقف العدوان الهمجي. وفي الذكرى الأولى أطلق حزب الله صواريخه على حيفا، ثالث أكبر مدينة في الكيان الإسرائيلي، محدثاً دماراً هائلاً ومحققاً إصاباتاً دقيقة، وسط حالة من الهلع بعد فشل القبة الحديدية في اعتراضها. وسائل الإعلام الإسرائيلية تحدثت عن إطلاق معادلة جديدة، وهي أن حزب الله بدأ يستعمل صواريخ أقوى ومدمرة ويوسع المدى إلى أبعد من حيفا، وصواريخه باتت تدمر المدن فوق الرؤوس. فكلما دمرنا الضاحية يزداد رده أعنف، وسط تساؤلات محلليها، ماذا يخبئ لنا حزب الله بعد؟ عشرات الغارات الجوية، مئات القذائف المدفعية، مسيرات من مختلف الأنواع، تحليق متواصل للطيران الحربي، إطباق جوي وتجسسي، وصليات حزب الله الصاروخية لا تتوقف. وفي الذكرى الأولى للسابع من أكتوبر يبقى السؤال، إلى أين تتجه هذه الحرب؟ وهل ستصبح أكثر شراسة